السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز في تحويل ملف الإكسل لـ XML. إحنا طبعا ساعات بنصدر معلومات من البيم لإكسل، وساعات بنحتاج إن إحنا نحولها XML عشان نشوفها على أي برنامج من البرامج بتاعة الـ كوتكت أو برامج التحليل المناخ أو تحليل السستينابيلتي والحاجات ديت. فالموقع ده هتلاقي الرابط بتاعه أسفل الفيديو. كل عليك إن أنت ترفع الملف واستنى شوية، هو بيحوله لأي امتداد من الامتدادات ديت، تمام؟ سواء صور، سواء دوكيومنتيشن، وورد، ايميل، اتش ام ال، كل اللي انت عايزه، تمام؟ فاحنا انا اخترت بس ال اكس ام ال عشان هتسألنا عليها.